بسم الله الرحمن الرحيم. مع المحاضرة الثالثة من محاضرات التحليل العددي لطلاب رابعة تاني شعبة الحاسب، معانا دلوقتي حل المعادلات الخطية بطريقة جاكوب. حل المعادلات الخطية بطريقة جاكوب، في مقدمة صغيرة كده عايزين نقراها مع بعض علشان نعرف الطريقة ديت بتعمل ايه وبتشتغل فين بالظبط. بتقول لي ايه في المقدمة؟ بتقول ايه؟ بتقول لو عندنا نظام من المعادلات الخطية مكون من معادلتين بهما مجهولين سين واحد وسين اتنين، او ثلاث معادلات خطية فيهم ثلاث مجاهيل سين واحد سين اتنين سين تلاتة. احنا طبعا نعرف ان في الرياضة لازم يبقى معانا عشان نعرف نحل المعادلات ان يكون عدد المعادلات قد عدد المجاهيل. وطلب حل هذه المعادلات يعني طلب ايجاد قيم المجاهيل سين واحد وسين اتنين وسين تلاتة، فانه يمكننا التوصل الى قيم المجاهيل باكتر من طريقة. ممكن نوصل للمجاهيل بحل بطريقة المحددات، او بالحل بطريقة المصفوفات، او بطريقة الحذف، او بطريقة جاكوب، او طريقة جاوس. طبعا طريقة المحددات وطريقة المصفوفات والحذف بعضكم عدت عليه في السنوات الدراسية اللي فاتت. الجديد معانا النهاردة جاكوب وجاوس. احنا هناخد جاكوب في المحاضرة دي، اما جاوس هيبقى موضوع المحاضرة الجاية. طب تعالى كده نشوف الاساس اللي مبنية عليه طريقة جاكوب. طريقة جاكوب تعتمد على ايه؟ على ايجاد قيم مبدئية للمجاهيل س وص وع، او ممكن نسميهم س واحد س اتنين س تلاتة. وبعد كده بعد ما بنجيب القيم المبدئية دي بنعمل تحسين على النتائج المتحصل عليها تدريجيا من خلال تكرار ما يعرف باسم الدورات. واحنا هنتناول جاكوب في هذه المحاضرة، اما جاوس هيبقى موضوعها المحاضرة الجاية. الأساس في جاكوب إن إحنا ما بنوصلش للقيم بتاعة المجاهيل من أول مرة، ده إحنا بنقعد نكرر كذا دورة لحد ما نوصل لقيم المجاهيل زي ما هنشوف دلوقتي في الطريقة. وبعدين أنا فضلت أعرض خطواتها على مسألة على طول بدل ما أدي الخلفية النظري عن الحل والخطوات ويبقى الكلام غير واضح وغير مفهوم. لا، احنا ممكن بالمسألة جوه التمرين نعرف الخطوات بتاع جاكوب، والخطوات دي تتطبق بعد كده على اي مسألة تانية. معانا دلوقتي حالة تطبيقية، مثال موجود صفحة 142 في الكتاب. استخدم طريقة جاكوب، طالبها بالاسم، استخدم طريقة جاكوب. وفي الامتحان بتطلب بالاسم، بين قوسين كاتب 3 دورات، يعني عاوز يجرب 3 دورات للتحسين. لحل نظام المعادلات الخطية التالي: 8 س 1 زائد س 2 ناقص س 3 بتساوي 8، و 2 س 1 زائد س 2 زائد 9 س 3 بتساوي 12، وبعدين س 1 ناقص س 2 ناقص 7 س 2 زائد 2 س 3 بتساوي -4. ناخد بالنا من الآتي، إن أنا لما بقول 8 س 1 الواحد بيتكتب تحت السين، لما بقول س 2 الاتنين بتتكتب تحت السين، وهكذا. طيب إيه الملاحظ على النظام دوت اللي قدامي؟ النظام ده مكون من 3 معادلات وفي نفس الوقت فيه 3 مجاهيل اللي هما س 1 وس 2 وس 3. ومعنى إنه يقول لي حل المعادلات دي معناه انه عايز قيمة س واحد بكام وس اتنين بكام وس تلاتة بكام. طيب ايه الملاحظ على المعادلات المعطاة؟ ان هي المعادلة مترتبة، يعني لو بصيت لها على مستوى المعادلة الواحدة الاقي المعادلات دي مترتبة، س واحد جات الاول وبعد كده س اتنين وبعد كده س تلاتة في طرف وبعد كده الارقام في الطرف التاني. المعادلة التانية مترتبة والتالتة مترتبة. دلوقتي في نوع تاني من الترتيب هنعمله. جاكوب قال ايه؟ قال انا مش هكتفي بالترتيب ده وبس،
امال هترتب تاني تعمل ايه يا جاكوب؟ قال انا هدور على المعادلة التي تتضمن اكبر معامل لسين واحد وهخليها هي المعادلة الاولى. طب تعال نطبق كده، نبص لمعامل سين واحد في المعادلة الاولى نلاقيه بتمانية، والمعامل في التانية باتنين، والمعامل في التالتة بواحد، يبقى المعادلة الاولى كده هي جاية في مكانها. جاية في مكانها ليه؟ لان سين واحد جنبها تمانية، ده اكبر معامل، واحنا قلنا ان احنا هندور على المعادلة صاحبة اكبر معامل سين واحد ونخليها هي الاولى، فالاولى جاية في مكانها. بعد كده ندور على المعادلة صاحبة اكبر معامل لسين اتنين ونخليها هي المعادلة التانية. فلما اجي ادور في المعادلتين الباقيين، ما اروحش للاولى اللي هي ترتبت خلاص، الاولى اترتبت وانتهينا منها، فانا بدور في المعادلتين الباقيين فين المعادلة صاحبة اكبر معامل لسين اتنين. انا عندي في المعادلة التانية سين اتنين جنبها واحد، صحيح، بس ما بيتكتبش، وسين اتنين في المعادلة التالتة مكتوب جنبها سالب سبعة. بنتجاهل الإشارة ونقول بس ده المعامل هنا في المعادلة التالتة هو الأكبر، فيبقى في الحالة دي المعادلة التالتة مفروض تطلع وتبقى هي التانية. ليه؟ عشان فيها أكبر معامل لسين اتنين، ولما هتطلع وتبقى هي التانية المعادلة التالتة هتنزل مكانها، فالمعادلة التالتة بتترتب تلقائي. فالتالتة ما بنهتمش بإن احنا نقارن ونبحث زي ما عملنا في الأولى وعملنا في التانية، ودي خطوة مهمة جدا جدا. إن احنا ندور على المعادلة صاحبة أكبر معامل لسين واحد ونخليها الأولى، وصاحبة أكبر معامل لسين اتنين ونخليها التانية، وهكذا. طيب بعد ما عملنا الترتيب ده تعال نشوفه في الصفحة الجاية. نتج عن الترتيب ترتيب جديد ان المعادلة التالتة طلعت بقت هي التانية، والتانية نزلت تحت بقت هي التالتة. طيب المعادلات ده هي جاكوب سابها كده؟ لا، ما سابهاش كده، ده قال لك انا هروح امسك اول معادلة اللي هي صاحبة اكبر معامل لسين واحد وهعمل فيها عملية ترتيب مرة تانية. طب هتعمل فيها ايه؟ قال انا هخلي سين واحد في طرف وكل المعادلة في طرف، هخلي سين واحد قبل علامة يساوي وكل المعادلة تروح بعد علامة يساوي، تروح بعد علامة يساوي. فتخيل كده لو احنا جينا نعمل الموضوع ده قبل ما نروح له، نعمله بمجرد النظر كده، لو انا حبيت اخلي سين واحد في طرف، اعزلها في طرف، بعمل ايه؟ بودي سين اتنين الناحية التانية وبودي سين تلاتة الناحية التانية. طب سين اتنين موجبة فتروح هناك بالسالب، فيبقى يظهر لي 8 ناقص سين 2. طيب وسين 3 سالبة تروح هناك بالموجب، يبقى يظهر لي زائد سين 3. طب الموضوع خلص كده؟ قال لك لا، بعد ما نقلت سين 2 وسين 3 بالطرح او بالجمع باقي حاجة مهمة، ان السين 1 مضروبة في 8، فال 8 دي كمان لازم تتنقل هناك. ال 8 بقى عكس اللي اتنقل كله، ليه؟ لان هي مضروبة في السين 1، والمضروب بيتنقل مقسوم، المضروب بيتنقل مقسوم تحت، فهناخد التمانية دي نحطها تحت الطرف الأيسر، يعني كل اللي مكتوب في الطرف الأيسر هينزل تحتيه تمانية. فيبقى كده انت قدرت تعزل سين واحد في جنب وبقية المعادلة في جنب. الكلام ده هنعمله مرة تانية في المعادلة التانية بس مع سين اتنين بقى. المرة دي عايزين نعزل سين اتنين في جنب وكل المعادلة في جنب. فلما تيجي تعزل كده تخيل هتودي ايه هناك؟ انت عايز تحتفظ بسين اتنين، فهتروح تبعت سين واحد وسين تلاتة هناك، سين واحد موجبة فتروح هناك بالسالب، فهيقابلها السالب اربعة، هيبقى معاك كده سالب اربعة سالب واحد. بعد كده اتنين سين اتنين موجبة فتروح هناك بالسالب، يبقى هيروح لهم ناقص اتنين سين اتنين، ويتبقى لك في الجنب ده سالب سبعة سين اتنين. طيب السالب سبعة لسه مضروبة في سين اتنين، عايزين نوديها هناك عشان نقدر نعزل سين اتنين في جنب وكل المعادلة في جنب.
فالسالب 7 ده هي مضروبة، وفي الرياضة بيقول لك المضروب لما بيتنقل للطرف التاني بيتنقل مقسوم، زي ما الموجب بيروح سالب والسالب بيروح موجب، الضرب بيروح قسمة، فالجنب الشمال كله هيتقسم على سالب 7. الملاحظ في الجنب الشمال حاجة خد بالك منها، ان كله سالب، كله اشاراته سالبة. ليه بقى؟ لان كان عندك اصلا سالب 4، وبعدين راح لها سالب س1، وبعدين راح لها سالب س2، سالب س2 س سالب 2 س3، فكل ده اشاراته سالبة. وبعدين كمان السبعة لما جت تروح وتتقسم تحت، السبعة ما راحتش موجبة، ده راحت سالبة، لان ما ينفعش يتعمل عليها عمليتين في نفس الوقت. يعني ما ينفعش اوديها مقسومة وفي نفس الوقت اغير اشارتها. ليه؟ ما ينفعش اعمل عمليتين على نفس الرقم، هو عملية واحدة بس، هي اتقسمت خلاص. فبقى كل اللي راح الناحية التانية بقى سالب. طب وبعدين؟ ما انا ممكن اعمل ايه بقى؟ طالما كل اللي راح الناحية التانية ده كده سالب، اعمل حاجة بسيطة قوي. طالما فوق وتحت سالب، طالما البسط فوق والمقام تحت سالب، فممكن في الحالة دي السالب اللي فوق يروح مع السالب اللي تحت، ويبقى كله موجب فوق وتحت، يبقى كله موجب فوق وتحت. ازاي الكلام ده؟ هقولك مش في فوق سالب 4 وسالب س1 وسالب س2؟ هتقولي اه. وفي تحت سالب 7؟ هقولي اه. هتقولي اه. طيب في الحالة ده هيت ممكن تروح فوق سعادتك وتاخد اشارة سالب عامل مشترك ما بين الـ3 مقادير اللي موجودين، او ما بين الـ3 حدود اللي موجودين فوق. فلما تاخد اشارة السالب عامل مشترك وتفتح قوس، هيتبقى لك كل المعادلة بالموجب جوه القوس. طب وفي تحت سالب 7، السالب دي تتشطب مع السالب دي، فهتلاقي بقى كله موجب. طب هتقول لي نفترض انا عاوز اسيبهم سوالب زي ما هم كده، يعني عايز اسيبها سالب 4 ناقص س1 ناقص س2 على ناقص 7. اقول لك صح برضو، مفيش مشاكل، بس انا لما بسيبها سوالب فوق وتحت شكلها مش ظريف شكلا بس، انما هي مفروض بتدي نفس النتائج. انا عموما بعد ما نقلت كله الناحية التانية ولقيت كله سالب فوق وتحت، شلت السالب اللي فوق مع السالب اللي تحت، وبقى كله موجب فوق وتحت. ده الكلام ده كله بتكلمه على المعادلة التانية اللي فيها السوالب دي. كده يبقى هيطلع عندي شكل جديد خالص من المعادلات، شكل اسمه المعادلات الأساسية، اللي هنشوفه في الصفحة القادمة. المعادلات الأساسية اللي جبناها ازاي؟ معادلة س1، نقلنا المعادلة كلها في طرف وخلينا س1 في طرف وإبقاء س1 في طرف، وبالمثل يتم إيجاد معادلة س2 بنقل كل المعادلة التانية في طرف وإبقاء س2 في طرف، وبالمثل س3. فبنحصل على المعادلات الأساسية اللي هي قدامك دي، س1 معادلتها أهي، س2 معادلتها أهي، س3 معادلتها أهي. لاحظ على معادلة س2 الحكاية اللي أنا كنت بحكيها، اللي هي كانت بتقول إيه؟ كانت بتقول ان المعادلة كانت كلها فوق وتحت سالب، واحنا عملنا حيلة كده اللي هي العامل المشترك عشان نشيل السالب اللي فوق مع السالب اللي تحت. هو يمكن بس المعادلة الاساسية التانية فيها خطأ رقم مكتوب غلط، بس اللي هو السبعة، المفروض ان السبعة دي ب2، فانا هحاول اعملها 2 علشان اصلح الغلط ده. كده احنا نقلنا المعادلة، بقى عندنا حاجة اسمها المعادلات الأساسية، وبكده يبقى خلصنا المرحلة الأولى عند جاكوب. المرحلة الأولى عند جاكوب، بالنسبة للمرحلة الأولى دي مرحلة مهمة جدا، لأن اللي بيغلط فيها هي اللي مبني عليها كل اللي جاي. فالمفروض إن في المرحلة الأولى بنوصل لحاجة اسمها المعادلات الأساسية، لأن طريقة جاكوب فيها مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى إيجاد المعادلات الأساسية، المرحلة الثانية عمل الدورات التكرارية. يبقى أنت تلاحظ معايا دلوقتي، إحنا خلصنا المرحلة الأولى، في ختامها حصلنا على 3 معادلات أساسية. ليه سموها أساسية؟ لأن دي بتفضل ثابتة معايا في أي دورة بعملها، برجع للمعادلات دي وأعوض فيها في أي دورة من الدورات اللي جاية.
طب تعال نشوف الدورات، هو كان عايز 3 دورات في رأس التمرين. أولا عمل الدورة الأولى، دورة أولى معناها نون بواحد، نون دي بترمز لرقم الدورة. فالدورة الأولى بعمل إيه؟ بقول لنفسي أنا ما عنديش أي معلومات عن سين واحد ولا 2 ولا 3، طب إيه العمل؟ قال طالما ما عندكش أي معلومات عنهم افترض إنهم بصفار، وعوض بالاصفار دي في المعادلات الأساسية التلاتة اللي احنا لسه مجهزينهم. يبقى هنعوض عن سين واحد بصفر، وعن سين اتنين بصفر، وسين تلاتة بصفر في المعادلات الأساسية. هنرجع للمعادلات الأساسية ونبدأ نقول ادي معادلة سين واحد، ونكتب عليها من فوق بين قوسين واحد، يعني سين واحد دورة أولى، وأبدأ أشد خط وأعوض. 8 ناقص 8 دي كانت اللي فوق ثابتة في المسألة، هيقابلني بعد التمانية سين اتنين وسين تلاتة، لأن أنا لما جيت أعزل سين واحد في جنب وديت سين اتنين وسين تلاتة هناك، فهعوض عنهم بصفار. فلما أعوض بصفار، الصفار دي ملهاش قيمة، فيتبقى لك من فوق 8 وتحت موجود 8، 8 على 8 فيها الواحد، دي القيمة المبدئية لأول مجهول، دي القيمة المبدئية للسين واحد. طب سين اتنين هنجيبها من المعادلة الأساسية بتاعتها، ازاي اجيبها؟ بشد شرطة كسر واعوض عن قيمة سين واحد وسين تلاتة بصفار. اديك شايف التعويض اهو عن سين واحد وسين تلاتة بصفار، والمعادلة دي لو تفتكر اللي هي كانت اشاراتها كلها سالبة فوق وتحت، وخليناها موجب فوق وتحت لان شلت السالب اللي فوق مع السالب اللي تحت. لما عوضت في المعادلة التانية طلع لي سين اتنين قيمتها المبدئية 571 من 1، بكتب على سين اتنين من فوق بين قوسين واحد، يعني دورة أولى. بعد كده بروح أعوض في المعادلة الأساسية بتاعت سين تلاتة عن سين واحد وعن سين اتنين، لأن لما عزلت سين تلاتة في جنب سين واحد هي اللي راحت هناك هي وسين اتنين، فبعوض عنهم بصفار. فطلعت القيمة المبدئية لسين تلاتة بواحد علامة 3 تلاتات. بعد كده هخش على الدورة التانية، عمل الدورة التانية يعني النون هتبقى باتنين. الدورة التانية بتعتمد على ايه؟ نفهمها كده قبل ما نشوفها. الدورة التانية بتاخد القيم المبدئية اللي طلعت من الدورة الأولى، اللي هي قيمة سين واحد دورة أولى وسين اتنين دورة أولى وسين تلاتة دورة أولى، بتاخد القيم المبدئية دي وتعوض بيهم في المعادلات الأساسية. المعادلات الأساسية دي اللي بنستخدمها في كل دورة، اللي هي موجودة قدامنا دلوقتي بس متعوض فيها بصفار، لا هنعوض بقى فيها مكان الصفار دي بالقيم الجديدة بالقيم المبدئية. تعال نشوف الكلام ده مكتوب ومعمول ازاي. لما نعوض في المعادلات الأساسية عن القيم التي حصلنا عليها، يبقى احنا كده بنعمل الدورة التانية، بنعمل الدورة التانية لأن هناخد قيم الدورة الأولى بتاعت واحد واتنين وتلاتة ونعوض بيهم في المعادلات الأساسية. بص كويس معايا، هتلاقي سين واحد دورة تانية بتطلع عن طريق التعويض في الطرف اللي هناك عن السين اتنين وسين تلاتة بالقيم المبدئية بتاعت الدورة الأولى، وطلعت القيمة بتاعتها 1.95. بالنسبة للمعادلة الأساسية بتاعت سين اتنين هنعوض فيها بالقيم بتاعت سين واحد وسين تلاتة، وطلعت القيمة عندها 1.95. بالنسبة لسين تلاتة لما نيجي نعوض فيها هنعوض بسين واحد وسين اتنين. سين واحد دي كانت بواحد، اهي انا شايفها قدامي 2 في 1، وسين اتنين كانت ب571 من 1، انا شايفها قدامي مطروحة في الاخر في معادلة سين تلاتة. لما عوضت طلعت القيمة الجديدة بتاعت سين تلاتة اللي هي 1.48. بعد كده هنروح نعمل الدورة التالتة لما النون تبقى بتلاتة. قبل ما نشوفها هنقول ببساطة شديدة ان احنا هناخد القيم اللي طلعت من الدورة التانية ونروح نعوض بيها في الدورة التالتة. فهاخد القيم اللي طلعت دهيت بتاعت سين واحد وسين اتنين وسين تلاتة دورة تانية وعوض بيها في الجديد، أعوض بيها في المعادلات الأساسية. عشان كده الأقواس اللي بتتكتب فوق المجاهيل دي مهمة، عشان بتوضح لك
ان سين واحد دي بتاعت الدورة التانية، لان قبل كده كان في سين واحد في الدورة الاولى، ودلوقتي هيظهر لك سين واحد جديدة في الدورة التالتة. فالاقواس اللي بتتحط فوق بتحدد لك سين واحد دي بتاعت انه دورة، وسين اتنين دي بتاعت انه دورة. فهناخد دلوقتي بعضنا ونروح نعوض في المعادلات الاساسية اللي هي كانت في نهاية المرحلة الاولى. تعالى نشوف كده. بالتعويض في المعادلات الاساسية عن القيم التي حصلنا عليها من الدورة التانية، وهي سين واحد بكذا وسين اتنين بكذا وسين تلاتة بكذا، هنروح نعوض في نفس المعادلات اللي بنعوض فيها كل مرة. هتبص تلاقي نفس الشكل، ومعادلة مقسومة على 8 ومعادلة مقسومة على 7 ومعادلة مقسومة على 9، نفس الشكل هو هو اللي بعوض فيه. فبيطلع لي قيم جديدة بتاعت الدورة التالتة، فبكتب على المجاهيل من فوق دورة تالتة دورة تالتة دورة تالتة. بعد كده بروح ألخص النتائج دي كلها في جدول. نتائج الدورات دي بلخصها في جدول، لأن هو ده اللي أنا بصحح عليه في الامتحان. تعالى نشوف عامل ازاي. بقول ادي الدورة، ادي اولى تانية تالتة، لان انا كنت طالب في المسألة 3 دورات بس. بالنسبة لقيم المجاهيل في الدورة الاولى بحطها في اول سطر، قيم المجاهيل اللي طلعت في الدورة التانية بحطها في تاني سطر، قيم المجاهيل اللي طلعت من الدورة التالتة بحطها في تالت سطر. في ملحوظة بقول لك احيانا بيرمز للمجاهيل سين واحد وسين اتنين وسين تلاتة بالرموز سين وصاد وعين، ودي بتبقى اسهل في التعامل من سين واحد وسين اتنين وسين تلاتة. ففي مسألة واجب مطلوب ان انت تدرب ايدك عليها، بتقول لي استخدم طريقة جاكوب 3 دورات لحل نظام المعادلات الخطية التالي. في عندك 3 معادلات، والتلات معادلات دول فيهم 3 مجاهيل، هتروح ترتبهم زي ما اتفقنا. تطمن الاول ان سين ثم صاد ثم عين في جنب، والارقام في جنب في كل معادلة. كده اطمننا ان المعادلات مترتبة على مستوى المعادلة الواحدة. بعد كده بروح ابص على اكبر معامل عشان اعيد ايه ترتيب المعادلات التلاتة مع بعض. ببص على المعادلة صاحبة اكبر معامل للسين واخليها هي المعادلة الاولى، والمعادلة صاحبة اكبر معامل للصاد اخليها هي التانية، وصاحبة اكبر معامل للعين اخليها هي التالتة. فهتبص تلاقي المعادلة الاولى فضلت في مكانها زي ما هي، هي الاولى، اما المعادلة التانية والتالتة هيبدلوا مكان بعض. ليه؟ لأن لما أجي أجيب معادلة صاد أنا بجيب أكبر معامل، فهطلع 2 صاد فوق. ليه؟ لأن الصاد هنا جنبها 2، أما في المعادلة التانية الصاد كان جنبها 1 بس، فهبدل المعادلتين التانية والتالتة مع بعض. بعد كده أروح أطلع المعادلة الأساسية للسين، المعادلة الأساسية للصاد، المعادلة الأساسية للعين. ليه سموها معادلة أساسية؟ عشان بستخدم المعادلات دي في كل الدورات اللي جاية بعد كده. والحل بتاع المسألة دي أو الإجابات النهائية بتاعتها عشان برضك تبقى توصل لها موجودة في الصفحة التالية، نشوفها كده. ده الحل النهائي بتاع المسألة. بكده يبقى وصلنا لنهاية المحاضرة الخاصة بطريقة جاكوب. يعني أتمنى تكون الفكرة بتاع جاكوب وصلت، وهننتقل في المحاضرة القادمة لنشرح طريقة جاوس اللي هي قريبة من طريق جاكوب. تحياتي وشكراً.